بقى نجمنا، نجم الكبير كابتن وليد صلاح الدين، نجم مصر طبعا والنادي الاهلي السابق ومحللنا الكبير، ونشوف رايه في الماتش النهارده. بس قبل ما نشوف رايه في الماتش، عايز ابارك له على صعود نادي زد الى الدوري الممتاز بعد مجهود كبير من منظومه زد السنه دي. يعني كابتن وليد طبعا مدير الكوره في نادي زد، وانا عارف بقى يعني ايه مدير الكوره اللي بيدير كل شيء طبعا، فبحييه وبحيي كل منظومه زد على الصعود للدوري الممتاز. مبروك يا كابتن وليد. حبيبي حبيبي يا كابتن كريم، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينك. الله والحمد يخليك. لله، الله يبارك فيك. الحمد لله، موسم حلو يعني بالنسبة لزد، وصعود صعب من مجموعة صعبة، مجموعة القاهرة. والله يعني كل التحية لكل الفرق المشاركة. يعني دوري صعب جدا، وانت جربته قبل كده مع النجوم. أي. فكرة ان يبقى فيه 16 نادي بيتنافسوا على كرسي واحد بس، مقعد واحد فقط، هو التتويج بالبطولة والصعود للدوري الممتاز، مسألة مرهقة جدا. طبعا ما عندكش أي رفاهية إن أنت تضيع نقاط، ما عندكش أي رفاهية صح. إن أنت زي الدوري الممتاز يجي لك فترة كده يبقى فيها دروب، فإيه تتلخبط في ثلاث أربع ماتشات. كل ده مش متاح، لأنك في الآخر هتفقد التارجت نفسه. بشكر نادي السكة الحديد وكل المسؤولين اللي هو حسام السيسي والاستاذ سيد عيسى وكل المسؤولين، ان هم كلمونا وهنونا وناس روحهم حلوه جدا، وقالوا لي هنعمل لكم احتفاليه المباراه الجايه في ملعب السكه الحديد. بشكر كل مسؤولي القناه، مسؤولي البتروجيت، مسؤولي وادي دجله، من الفرق الكبيره. اكيد. ومبروك طبعا لمنظومه زد، مبروك لمستر انسي ساويرس، ومبروك لكل الكباتن، اداره محترمه، ملتزمين، منضبطين. على فكره عايز اقول ان مفيش الكلام اللي الناس متخيلاه، كل الارقام في نادي زد ارقام عاديه جدا زي كل الانديه. حتى اللي جاي والناس هتلاحظ وتشوف، مفيش فكره الصرف بزغ بمبالغ كبيره او بميزانيه كبيره، الكلام ده مش هيحصل. فيعني مبروك والحمد لله، عمل جاد وجهد كبير. بشكر الكابتن اسماعيل يوسف لانه من السنه اللي فاتت اختار اغلب عناصر الفريق واجتهد واشتغل بشكل كويس. بشكر الكابتن سمير كمونه بجهازه الفني بالكامل، جه في توقيت صعب جدا وكان لازم يحط تقريره. بشكر طبعا الكابتن مجدي عبد العاطي بجهاز مخلص جدا وجهاز قدير وجهاز عنده النو هاو انه ازاي يصعد فريق. أيوة. فالحمد لله، يعني الحمد لله، مبروك، الف مبروك لنادي زد، مبروك طبعا ليكم في ومبروك نادي زد. مبروك البلديه لسه كنت هقول دلوقتي مبروك لبلديه المحله طبعا، النادي المميز برضو، النادي العريق في محافظه الغربيه ومدينه المحله. صراحه المهندس الدوري الممتاز، المهندس مصطفى الشامي ببارك له، حماده علوي، كل المسؤولين، نادي البلديه ادى بشكل كويس جدا. والنهارده هارد لك لديكيرنس، يعني الناس محترمين واشتغلوا بشكل كويس، وبيبين لك بص قوه المباراه. البلديه كسب ديكيرنس في ديكيرنس اربعه، يعني بص الناس كلها قالت المفروض ان الموضوع ما يبقاش كده، لكن كوره بالظبط زي ما احنا كسبنا دجله ثلاثه في ملعب دجله في استاد القاهره. يعني سبحان الله، برضه هارد لك لطنطا، وبحيي جماهير طنطا اللي نادت على اللعيبه وشكرتهم وقالت لهم رجاله، حاجه برضو طبع. يعني حاجه محترمه جدا بعد موسم كبير. يعني طبعا لسه بقى كمان يعني بكره هنعرف بقى الجونه ولا لافينا اللي في مجموعه الصعيد. بالظبط، مباراه صعبه جدا طبع. سواء شبان هنا مع جونه او اسمنت اسيوط تقريبا مع لافينا. بالظبط، لافينا فرقتين هيلعبوا خارج ملعبهم. الله يكون في عون الفرقتين، عايزه ثبات انفعالي وعايزه هدوء صح، وعايزه طبعا توفيق من ربنا اولا واخيرا. اكيد. طيب عايزه اروح بقى لمنتخب مصر يا كابتن وليد، واكيد تابعت المباراه، لسه المباراه خلصانه من شويه، وفوز منتخب مصر 2-1 على غينيا والصعود الى بطوله امم افريقيا بشكل رسمي خلاص بعد صدارتنا للمجموعه. يعني انا سمعتك شويه مش يعني هعيد نفس اللي انت قلته، انت قلت كل حاجه صح. يعني بص، سمة الفرق الكبيره ان انت ازاي تبقى مش احسن حاجه في الملعب لكن تاخد اللي انت عايزه من المباراه. صح، دي سمة الفرق الكبيره. تلاقي على طول ريال مدريد كده مش احسن حاجه في الملعب لكن تلاقيه كسب في الاخر. برشلونه كده، المان سيتي كده، حتى المان سيتي في اخر مباراه الانتر كان احسن بكتير ومع ذلك خد المان سيتي البطوله.
فمنتخب مصر النهارده اكيد المعطيات اللي انت قلتها، بيلعب اربعه من فريق مجهد جدا طالع من بطوله كبيره النادي الاهلي، والف مليون مبروك للنادي الاهلي طبعا. بطوله افريقيا. نفس الكلام انت نهايه موسم، نفس الكلام كل المحترمين المحترفين واولهم محمد صلاح، خايف على رجله الان، ملعب مش احسن حاجه، الجو صعب، مش عايز يلتحم كتير، كل دي معطيات تخليك عايز تلعب المباراه بس عايز تكسبها وما تلعبهاش. فده اللي حصل ببساطه شديده. بحيي مستر فيتوريا ان هو كمان ذكي جدا في اختيارات التشكيل، يعني قعدنا كل الناس تتوقع، لكن هو يعني لاعب محمد عبد المنعم سنه صغير، مروان عطيه سنه صغير، محمد هاني برضه يعتبر من الشباب اللي هم لياقه بدنيه عاليه، ولعب معاهم الشناوي، فما حاولش يلعب اي حد من الناس، وعمل تباديل وتوافيق. وبصراحه تريزيجيه انا بحييه، لان مهم جدا ان اللعيب يبقى قاعد وهو عامل حسابه انه هينزل بعد اول دقيقه. صح. فتريزيجيه نزل بعد 5 دقائق، بصراحه رجله في الملعب، جاب جون وعمل جون، واظن ان هو مان اوف ذا ماتش او احسن لاعب في المباراه. أي. فبالتالي خدنا اللي احنا عايزينه وتأهلنا وتصدرنا، والحمد لله اللي جاي بقى ان شاء الله يعني هيبقى صعب طبعا. اكيد احنا عندنا ماتش مع اثيوبيا في شهر 9 اخر مباراه، بس خد اصبحت تحصيل حاصل يعني لا بالنسبه لنا، بس ما نعرفش الاثيوبيا بقى ايه اللي هيحصل يعني. عندهم ماتش مع ملاوي، لو كسبوا ملاوي هيجوا ماتش مصر، هيبقوا عايزين يعملوا نتيجه ايجابيه عشان يبقى عندهم فرصه في الصعود. والله انا شخصيا اتمنى كده، يعني انا اتمنى ان هم يكسبوا ويجوا لنا، عايزين يكسبوا، واحنا لازم نرد الهزيمه لان احنا اتغلبنا 2-0 بشكل يعني صعب جدا، وكان مشي الكابتن ايهاب جلال، وكانت مباراه يعني كل الناس انتقدت منتخب مصر. انا اظن ان انت بتلعب باعصاب هاديه، اظن ان احنا ممكن نعمل نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن وليد، نقدر نقول النهارده في لعيبه معينه عجبتك في المباراه؟ مروان عطيه عجبني جدا. مروان كل شويه بيتقل رجله في المكان اللي هو فيه، اكتف بشكل كويس قوي، بيقرب لكل كوره، كل واحد بيبقى مزنوق في الملعب مروان حل ليه. كالعاده، اصل المشكله الجون الاول داخل فيه محمد هاني وعلي جبر ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدي، يعني الاربعه كانوا مقصرين جدا في الهدف اللي دخل مرمانا. الجزء الامامي طبعا، يعني برضو صلاح بيلعب طبعا بربع حمولته، مصطفى محمد جاب جون، يعني انا تريزيجيه طبعا احسن واحد في المباراه من وجهه نظري. محمود حماده وزيزو مش هو مستواهم برضو الحقيقي، لكن في الاخر كله ادى بشكل كده 6 7 من 10. ايوه الا تريزيجيه ومروان اظن ان نسبتهم اعلى شويه. ايوه كانوا اكتف كمان الاثنين بشكل كبير جدا. الاثنين تحس، ومروان كمان تحس ان هو عايز ياخد المكان ده. فبيجتهد بشكل كبير، لان طبعا اصابه الثلاثي سواء طارق حامد طبعا او النني حجازي او امام عاشور عامله له طبعا ان هو يقدر فرصه يقنع مستر فيتوريا ويكون موجود، وهو سنه صغير بصراحه بالظبط، بيجري كتير جدا. فيعني الحمد لله. الحمد لله. طيب كابتن وليد، احنا عندنا ماتش تاني يوم 18 بعد حوالي 4 ايام هنا في مصر مع منتخب جنوب السودان، مباراة ودية دولية. والكلام اللي طالع وحتى من قبل المباراة ان مستر فيتوريا هيدي راحة للعيبة المحترفين عشان ياخدوا اجازتهم ويبدأ يجرب لعيبة محليين هو اختارهم في المباراة القادمة عشان يشوف وجوه تقدر تكمل معاه في المنتخب. رأيك ايه؟ كلام مظبوط 100%. انا شايف انه بالعكس ده يريح المحترفين ويريح لعيبة الاهلي كلهم كمان. ايوه يعني انا شايف انه بالعكس فرصه مهمه جدا ان المباراه وفي الاجنده الدوليه يبص على كل الناس اللي هو عايز يتفرج عليها، لان فرصه مش هتكرر تاني. واظن ان انا في لعيبه كتير جدا هو ممكن يبص عليها وممكن يدي فيها تقرير. وبرده في الاخر اي مدير فني، انت عارف يا كريم، خصوصا المنتخبات، وكابتن طبعا كابتننا الكبير كابتن حسن شحاته كان عامل كده، قبليه كان الكابتن جوهر الله يرحمه، دايما بيوسع قاعده الاختيار. دايما يبقى عندك ما لا يقل عن 60 70 لعيب تبقى انت حاططهم ستاند باي، ان لو حصل لا قدر الله حاجه، موقف زي بتاع النادي الاهلي كده، تلاقي 10 متاخدين المنتخب مثلا
وجايين مجهدين، تبص تلاقي في اصابات، تبص تلاقي في غيابات، لازم انت تكون محضر. فدي مباراه من المباريات اللي يعني تستحمل ان انت تبص مثلا على عمر كمال عبد الواحد، على محمد رضا بوبو، على لعيبه انت عايز تبص عليها في مراكز حتى مختلفه. ايوه اظن كده. تمام. شايف يعني حاني بعج معاك بقى بالمنتخب الاولمبي يا كابتن وليد، والمنتخب الاولمبي يعني بدأ معسكره وبيستعد لبطوله امم افريقيا تحت 23 سنه، والبطوله دي انت عارف ان هي مؤهله الى اولمبياد باريس 2024 السنه الجايه ان شاء الله. شايف فرص منتخب مصر ايه في التاهل للاولمبياد؟ معانا في المجموعه الجابون، نيجر، مالي. انا مش متابع المستويات قوي بتاعت الفرق دي، لكن انا اللي اقدر اقوله انا اتفرجت على المنتخب الاولمبي بتاعنا طبعا بتركيز. ايوه لعيبه كويسه ولعيبه مجتهدين، ومستر ميتالي وكابتن وائل رياض شيكي، كل المجموعه عاملين مجهود كبير، بس الله يكون في عونهم في فكره ان اغلبهم ما بيشاركش مع نادي بصفه مستمره. دي انا حاسسها مختلفه شويه عن المنتخب بتاع الكابتن شوقي غريب. كابتن شوقي غريب كان كل الناس مفتوح بيشارك، اكرم توفيق، عمار حمدي، احمد ياسر ريان، رمضان صبحي، كل المجموعه، حتى بيكام، عمار حمدي، كل يعني كله كله بالظبط، الجزء الامامي كله، مصطفى محمد وناصر منسي كان بيلعب معاك تقريبا، كان في بيراميدز وانتقل للبنك الاهلي، صح. كلهم كان رجلهم في الملعب، صح. حتى عبد الرحمن مجدي كان بيلعب في الاسماعيلي، كنت حتى في الجزء الامامي، صح. بتقعد لعيبه هي نجوم فرقها، ايوه يعني كنت بتقعد احمد ياسر ريان وسعاد ناصر منسي وهم متالقين، كنت بتلعب بمصطفى محمد ورمضان صبحي وعبد الرحمن مجدي. ده انا مش حاسه قوي في المنتخب ده، الله يكون في عونه، يعني ما بيلعبوش كتير، متهيألي واحد ولا اتنين بس هم اللي بيشاركوا، وبرضه يعني مش بصفه اساسيه قوي. فربنا ان شاء الله يكرمهم ويوفقهم، بيعملوا تاريخ، وطبعا يعني اذا رحنا اولمبياد باريس 2024 ده طبعا هيتقلهم كمان في البطوله ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. كابتن وليد بشكرك، كابتن وليد، والف مبروك ليك والنادي زد الصعود للدوري الممتاز، ونستمتع بيك دايما وتحليلاتك الرائعه. ربنا يخليك كابتن كريم، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله الموسم ينتهي عندكم انتوا كمان بشكل كويس ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن وليد صلاح الدين، نجمنا الكبير طبعا، واللي بنستمتع بيه دايما دايما في كل حاجه هو بيعملها، سواء بقى في نادي زد كمدير للكوره او كمحلل، دايما بنتفرج عليه طبعا، وبيمتعنا بارائه وتحليلاته الرائعه في كره القدم.